تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم في الله حمزة واينمان من أصل أمريكي، ساكن في مراكش، مدير مركز اللغة الثقافي بمراكش بجليز. جزاكم الله خيرا في هذه الزيارة، الحمد لله والشكر لله، استمتعنا كثيرا وحصلنا على بركة الزاوية، الزاوية البصيرية ومدرسة البصيرية. الله يجزيهم بخير، واستفدنا عقلي يعني عقليا ومعلومات وكذلك قلبيا روحيا الحمد لله. هذه الزيارة ممتازة الحمد لله، تعرف طلبة أمريكيين على تاريخ تعليم القرآن في المغرب، وهذا واحد جوهر، واحد نموذج للتعليم عند المسلمين فريد من نوعه سبحان الله، يعني ما كانش في العالم إلا هنا سبحان المغرب الله في المغرب تبارك الله. وما شاء الله الكرم من الزاوية كان فوق التصور، تصور ما شاء الله. الله يجزيهم بخير ونسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. وهذا الطلبة ما شاء الله، الله ينور طريقهم إن شاء الله، والله يبارك فيهم إن شاء الله، والله يقويهم إن شاء الله حتى يحملون هذه الرسالة المحمدية حق تحمل إن شاء الله، لأن ما شاء الله العالم يحتاج إلينا صراحة. الحمد لله، والله يوفق الجميع. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله.